زي ما انتم شايفين دلوقتي التوزيع من قدام ديوان حي الضواحي. مهرجان السكر بدا 8 جنيه سعر الكيلو. استاذ عدم ياخد يمشي يا جماعه، ياخد يمشي على طول. بصفتك متابع من كلمه من حضرتك بالنسبه للتوزيع تحت الرقابه، فايه راي حضرتك؟ هو طبعا هذا الموضوع طبعا موضوع محترم جدا، وتوجيهات طبعا من السيد المحافظ لرفع المعاناه على كاهل الشعب البورسعيدي، بحيث ان هو يؤكد ضمان ضمان كل السنه حتى بالبيع الحره السكر بيتباع ب 8 جنيه، وانا شايف ان اليوم ده يعتبر يوم. طب وليه افتعال الازمات والاشعاعات؟ استاذ مجدي يعني عايزين نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط. والله الحمد لله احنا النهارده بنوزع طرحين 50 طن على مستوى المحافظه. عاملين النهارده حاجه اسمها مهرجان السكر في بورسعيد، هنوزع السكر في جميع انحاء المحافظه. عندنا عربيتين موجودين في بور فؤاد، واحده عند المجمع الاسلامي، واحده عند السوق الكبير، واحده عند اسم المينا من بورسعيد، سوق البازار، عربيه واقفه عند قصر الثقافه، الصاله المغطاه، سوق عالي، سوق علي، سوق خالد ب 8 جنيه كل فرد. مهرجان السكر، مهرجان السكر. رئيس نسمع من حي المناخ، عربيه عند مستشفى النصر، وعربيه عند صاله السليم. مستشفى النصر بتوع الصبح هينزلوا ياخدوها. يا باشا احنا عايزين نرضي الناس كلها. السكر مفضل. طيب الزهور له عندنا سوق خالد وعلي. سوق خالد وسوق علي. احنا مكتفين برضه على الناس اللي هي محتاجه هناك، ومستشفى الزهور وسوق خالد وعلي وكل دول موصله المغطاه. كل ده موجود. بس كل فرد 2 كيلو 8 جنيه. مهرجان السكر في بورسعيد النهارده هنسمي ايه؟ مهرجان ايه؟ السكر. يلا ربنا يوفقكم ان شاء الله. ماشي يا One thing.